اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء أعلنت فوز قائمة الاستقلال ب11 مقعد في مجلس النقابة العامة مقابل مقعد واحد لقائمة أطباء من أجل مصر المحسوبة على جماعة الإخوان، وكان الفارق يزيد عن 3000 صوت بين أعلى مرشح لقائمة الاستقلال وأعلى مرشح لقائمة الإخوان، مما يعكس هزيمة كبيرة لجماعة الإخوان أثارت دوي كبير داخل الأوساط السياسية، خاصة أنها جاءت بعد هيمنة طوال 28 عام وإشراف كامل على موارد النقابة دون وجود أي بديل نقابي يستطيع المنافسة. وأثار خوض تيار الإخوان لانتخابات نقابة الأطباء جدلا كبيرا، خاصة أنهم أعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم لأي انتخابات. وترى بعض التيارات المعارضة أن خوض تيار جماعة الإخوان لانتخابات نقابة الأطباء والنية في المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة تعد اعترافا رسميا بشرعية ثورة 30 يونيو. كما رأى المراقبون أن أحد الأسباب الحقيقية لمشاركة تيار الإخوان في نقابة الأطباء هو السعي للحفاظ على الإمبراطورية المالية التي حققها التنظيم من تواجده داخل النقابة. ثم يأتي السبب الأبرز، وهو الخوف أن يصر المجلس الجديد على ملاحقتهم قضائيا بدواعي الفساد التي ستتكشف في الأيام القادمة. الإخوان ظلوا طيلة السنوات الماضية مسيطرين على النقابات المهنية رغم وجود القانون رقم 100 لتنظيم عمل النقابات، لكن غياب البديل النقابي الحقيقي كان دافع لترجيح كفتهم دائما. لذا فالتحدي الأكبر لتيار الاستقلال في بذل مجهود أكبر في الارتفاع بمستوى النقابة مع العمل بدون إحداث فوارق بين الفائزين منهم ومن أي قائمة أخرى، والعمل على تطبيق مبدأ واحد أن النقابة بيت لجميع الأطباء. عماد البطراوي، برنامج مصر الجديدة مع معتز مرداش.